هواية من الناس يقول لك نروح نسأل على أبنائنا بمراكز الشرطة وبالمحاكم، يقولون لهم ما عندنا هيك أسماء مسجلة. فإذا كانت أكو هناك معرفة عند الحكومة، ليش ما مسجلت أسماءهم إذن؟ هو المفروض، يعني المفروض هذا الموضوع يصير لحل، لأن يعني صراحة الناس تعبت. يعني كثير أنا من الناس، واحد من الناس يعني يتواصلون وياي لهم، بس إحنا ما نقدر نسوي شيء حتى من خلال الأمم المتحدة. يعني أحيانا مثلا نستعين ببعثة الأمم المتحدة كجهة واغطة على الحكومة العراقية، نعم، أن تكشف عن 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 هؤلاء، بس أيضا تصل إلى طريق مسدود، يعني ماكو آذان صاغية أو ماكو إفصاح عن معلومات هؤلاء. زين هسه عوائلهم يريد يقومون بواجباتهم الاجتماعية العادية. زين ميت، تعطيني قسام شرعي، تعطيني شهادة وفاة، قول لي ميت، نعم، تعطيني شهادة وفاة حتى هذا يريد بحقوق تقاعدية، بأبناء يريد يدخلون مدارس كليات إلى آخره. هاي ترتب ترتب آثار اجتماعية بالحياة اليومية. أنت ما يصير تبقي لي مجهول، لا هو عادل عايش الجبالي ولا هو ميت. هذا يتعب العوائل، مو بس يتعب اختفى قتلته، اوكي قتل راح قتل، بس عائلته شنو ذنبه؟ يعني اطفاله يمارسون حياتهم الطبيعيه. هو البعد، البعد المشكله انه بها اكثر من ابعاد. نعم. البعد انه حياتك الاجتماعيه انت كعائله ما تقدر تمارسها في ظل غياب. يعني تصور لو اب اختفى قتلا وابنائه يريدون يمشون مثلا معامله نقل الملكية وعقار مسجل بسمته، شلون تمشي تبيع ديت اذا ما عندك قسام شرعي وتمشي معامله بالتسجيل العقاري؟ فدائما يعني الموضوع مزعج بالنسبه لهم لانه يوقف حياتهم اليوميه. ولذلك المفروض من الحكومه تضغط من خلال البرلمان يشكلون لجان ويحصون هؤلاء اللي يتصفون بالعوائل، ويحصون هؤلاء هم حتما العوائل مقدمين شكاوى. زين استاذ صفاء، احنا يعتبرونهم يعني عفوا استاذ صفاء، احنا حتى هذا القانون اللي هسه دا ننتظر تشريعه من قبل مجلس النواب، لكن احنا كان عندنا قانون اللي هو قانون عقوبات العراقي المعروف رقم 111 لسنه 1969، واللي ينص ايضا على هذه الجرائم. طيب احنا ليش ما ننفذ هذا القانون؟ ليش هذا موقفين؟ ما احنا عندنا قانون سابق. هو العبره مو بالتعدد القوانين، ايش راح يضيف لك؟ يعني حتى لو خليت قانون، احنا نحكي نشرع قانون بالمرحله المقبله حتى ما ينفقدون ابنائنا. أكيد طبعا. احنا عندنا ناس اختفوا قسرا ما نعرف مصيرهم. القانون ما ينتدي بأثر رجعي، ما راح يحاسب هؤلاء. نعم. اللي قاموا بيطلعوا، من يقدر يحاسبهم؟ هاي الجماعات اصلا هي ارادتها اعلى من اراده الدوله نفسها، وتمتلك السلاح المنفلت، وتمتلك يعني تحت عباءه الدوله تمتلك العجلات، وتمتلك كل المقومات اللي تقدر تمارس هاي الافعال. وبالتالي يا قانون هذا اللي يحاسبه، طبعا حتما القانون، يعني واذا شرعوا قانون وبعدين شنو؟ من يحاسب هؤلاء اللي يمارسون هذا؟ فيبقى انه المفروض القوى السياسيه تكون جاده في معالجه هذا الموضوع، ما لم تتوفر اراده حقيقيه لانهاء هذا الملف. لو ألف قانون يسوون ما راح يحل المشكلة. طيب استاذ صفاء، شنو هي مواقف باقي الكتل السياسية وبقية السياسيين حول هذا الموضوع برأيك؟ هذا صاغي التزمين الجانب الصمت، في حين هو هذا القانون ينفع لكل أبناء المجتمع العراقي. يعني تقدر تبني دولة مؤسسات، المفروض عندك قانون اتفاق قسري، المفروض عندك ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب تشرع قانون ضد التعذيب أيضا. هاي القوانين المهمة، بس ما الكتل السياسية ما عرف لها أهمية. نعم. صراحة يعني بعض الكتل السياسية لأنهم أصلا أبنائهم عرضوا خصوصا بالمناطق الغربية بنينوى بصلاح الدين وديالى وغيرها. طيب. يضغطون بهذا الاتجاه، ما باقي الكتل السياسية آذانهم صماء. طيب استاذ صفاء، اريد يعني سؤال اخير، ايش قد نسبة تفاؤلك حول تشريع هذا القانون مكافحة الاختفاء القسري؟ أني مشكلة لأنه أنا في مجال عملي، في صلب عملي، فما تسألني هيك سؤال. نعم. ما أتفائل حتى من يشرع القانون. أنا أتفائل من. نعم. أكو جدية من قوى سياسية أن تنهي لي هذا الملف، أن تكون جادة في بناء مؤسسات دولة. يعني شخص من يعني كمحامية عائلة وابحث عنه، روح ادق أحد المحاكم، هي عند جهات إنفاذ القانون سواء أمن وطني، استخبارات، مكافحة الإرهاب إلى آخره، كل من سلطات إنفاذ القانون. أجي قسمه إجابة ضمن إطار مؤسسات الدولة، بس من أبحث عنه وما ألقي، لا زال هناك أشعر بأنه نعيش في بلد غاب. وبذلك أنه أنت شخص من تختي من الوجود ودون امتثال لقانون يوكل له محامي يدخل محكمة، هذا هو إرهاب بحد ذاته.
طيب أني أشكرك جزيل الشكر أستاذ صفاء اللامي المحامي والخبير القانوني اللي حدثتنا أكثر عن هذا الموضوع، شكرا جزيلا على انضمامك ويانا. إذن أحبتي المشاهدين، يعني مثل ما نشاهد الآن استمعنا إلى كلام الأستاذ صفاء وحدثنا على التفاصيل المهمة بخصوص هذا القانون، نتمنى إن شاء الله يتم تشريعه من قبل مجلس النواب.